عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله عاملين تحدي إحنا ومؤنس. هنتحدى بعض النهاردة. التحدي دوت هيبقى عبارة عن إيه بقى؟ هنتحدى بعض، مين عارف بعض، مين عارف التاني أكتر. إن شاء الله. عندنا بقى بنت أخته هتشارك معانا بس مش هتظهر عشان هي بتتكسف فمش هتظهر. فهي بقى تقول لنا الأسئلة وإحنا نجاوب. يلا ابتدي بقى قول لنا الأسئلة. أول سؤال، إيه الأكلة المفضلة؟ إيه الأكلة المفضلة عن جنى بقى؟ قول. السمك. طيب هي هو أنت بقى الأكلة المفضلة عندك؟ أنت ما شاء الله يعني فراخ بجميع أنواعها، مشوية مسلوقة كده يعني. بالأخص شوي. أو مسلوقة يعني، بس أنت تحب الفراخ. بحب الفراخ. السؤال التاني، إيه اللون المفضل؟ اللون اللي انا بحبه. اللون المفضل، اللون المفضل ده انت اللون انت اللي بتحبه الابيض صح؟ ايه بقى اللون اللي انا بحبه؟ انت اللون بتاعك المفضل. هقولك. قول انا مستنيه اهو. هقولك. يا رب يجاوب يا رب. ايه المكان اللي انا بحب اروح على طول عشان انا برتاح فيه، بحب لونه؟ اللبن. ايوه. اللي هو لون ايه؟ اللبن. ايوه لون البحر. لون البحر ولون السما صح. اللبن. اللبن جاوبت صح، اعتبرها ان هي صح مع ان انا غششتك. السؤال الثالث، ايه الاكله اللي مش مفضله عندكم؟ انا ما بحبش ايه هو ما بي... انت ما بتحبش العده. انت مش بتحب الفول عشان الكولون. الكولون عندي بويز بتعود. مصر كلها، مصر كلها الكولون راح في ده. والله العظيم. بس الفول بالذات اول ما شم ريحته هبقى خلاص مش طايقه اساسا. السؤال الرابع، ايه اللون اللي مش بتحبوه؟ انت عنا انت الالوان الفاقعه كلها مش هحدد لون معين. تمام. الالوان الغامقه قوي ديت كده ما بيحبهاش. تمام. وانت اللون الاصفر ده تعرفني هو زي صفار البيضة او الاصفر الفاتح او ده الاصفر ما بحبوش اصلا. السؤال الخامس، ايه اكتر مكان بتحبوا تروحوه؟ هو في مكان مشترك. مشترك. بس هو انا ما بحبش المكان ده قوي عشان العيال، بحس لو هروح العيال ممكن تتأذى ولا حاجه. بس هو بيحب يروح المكان ده، اكتر مكان بيحب يروحه هو المقابر عشان والدته، وبيحب يقعد هناك عند التربه كتير ويدعيلها ربنا يرحمه باذن الله، ويرحم والدي باذن الله يا رب، ويجعلهم في اعلى مكانه في الجنه باذن الله. انت بقى ما قلتش بقى ايه المكان اللي انا بحب اروحه غير الطرق عشان دي مكان مشترك. انت المكان اللي بتحب تروحيه بتروح عند والدتك؟ طبعا ست الحبايب. اول لما اتجوزتوا كان نفسكوا تسموا ايه؟ كان نفسه في ولد. هي كانت جنه. انا كنت عايزه بنت صح، كنت عايزه بنت اسميها جنه. هو كان عايز ولد ويسميه ادم. ادم. في الاخر خلفنا انس وسما. ولا في الاخر بقى قعدنا بقى نقولوا ايه سما وانس اخترناهم ازاي، احنا عايزين جنة اساسا وادم. في الاخر بقى قعدنا نقولوا لا بلاش الاسم ده وبلاش الاسم ده لحد بقى ما وصلنا لسما في الاول. يوسف اللي سما انس. يوسف ابن اخته، احنا معتبرينه ابننا هو واخته نور. فهو جه قال لي هو اللي بشرني، انت هتولي انت هتخلفي ولد وسميه انس. ام الله يرحمها قالت لو جه ولد سموه انس. اليوسف دوت والده سايبه من صغره، كان شغال مقاول وقع من فوق سقاله وتوفى. سبحان الله. عرف ازاي ما عرفش عرف ازاي هو يعني. ونور اخته تعبانين، حس ازاي ان انا هجيب ولد ولو حدد لي كمان اسمه. سبحان الله. رحت ساعتها للدكتوره، مفيش اسبوع رحت للدكتوره والدكتوره قالت لي انت حامل في ولد. بس يوسف قلت لها خلاص هو انس.
يوسف يمر علينا عنده وزي عيالي. ربنا يقدرنا يعني ويبقوا احسن كمان من عيالنا باذن الله، وان شاء الله نبقى نطلعهم معانا كمان باذن الله. السؤال السابع، ايه اكتر صفة بتكرهوها في اشخاص؟ يعني هو عامة ما بيحبش الكذب. انا ما بحبش، ما بتحبش النفاق، ما بتحبش البني ادم المنافق، ما بحبش اللف والدوران يعني من الاخر. ما بحبش اللي يقعد يتلائم عليا، يقعد يقول لي كلمة وهو من جواك احسه وهو من جواه حاجة تانية. لا، انت اقول كده اللي جواك حتى لو وحش بس قولولي. السؤال الثامن، ايه بقى اكتر صفة بتحبوها في الاشخاص؟ اكيد عكس اللي هو ما بيحبوش. هو مثلا ما بيحبش الكذب، اكيد بيحب بقى ايه الانسان اللي بيبقى صادق معاه، بيقول له كل حاجة كده وبيبقى واضح معاه صريح. انا ما بحب ايه، انت بتحب الناس كلها عشان انا قلب ابيض، شفت بقى انا قلب ابيض. انا بحب الناس اللي هي ايه برتاح نفسيا معاهم، اللي هي تحس في ناس كده اول ما تشوفوهم ما تحسش برتاح معاهم. في ناس اول ما تشوفهم تعرف بجد دوت بيضحك عليك ولا لا، دوت بيتكلم من جوه قلبه ولا بيتلائم. ما بحبش الخبص واللقمه انا في الكلام والحوارات والتحوير ده كله. انا بحب الواحد يكون واضح، واحد زائد واحد يساوي اتنين. محبش واحد زائد واحد، لا واحد ونص، اتنين ونص، تلاتة ونص كده، لا انا احب الوضوح. ندخل بقى حبة في الفضايح، مقاس رجلكم ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليك. بلاش الناس هتتريق دلوقتي علينا يعني، بلاش هنلاقي ترياقي. اقول انا؟ قول. انا مقاس رجلي كام؟ 37 38. اه يقعد عيان يا اللي مقاس رجلك زي الاطفال هو بقى مقاسه 45 46 كده، بس هو راجل مقاسه ده طبيعي. يقعد بقى يتريق عليا يقول لي يا اللي مقاس رجلك زي مقاس الاطفال سؤال اخر سؤال ده، ايه كان نفسكم دلوقتي يكون معاكم مين في حياتكم؟ اكيد يعني نفسنا يكون في حياتنا اللي راحوا بقت عننا. اكيد انا كان نفسي يبقى بابايا الله يرحمه جنبي، وانا والدتي جنبي، بس هو ان شاء الله في مكان احسن. اكيد في مكان احسن، هي دي سنة الحياة. هو ربنا رحمهم من مرضه والعذاب، يعني مش عذاب، ربنا رحمهم من التعب اللي كانوا المرض اللي هم كانوا فيه والتعب اللي هم كانوا حاسين بيه والألم اللي هم كانوا بيتألموا بيه. ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتهم ومغفرة ليهم. ربنا يكتبه عنده يا رب، ربنا يكتبهم عنده من الشهداء بإذن الله. إن شاء الله ربنا يرحمه يا رب، يا رب ربنا يرحمه. كده خلصنا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وكده يا جماعه خلصنا العشر اسئله خلاص. يلا الحمد لله خلصوا كده براءه، اصل احنا عارفين بعضينا. استنونا في حد جديد، بس اكتبوا لنا بقى في الكومنتات بتاعتكم والتعليقات، قولوا لنا بقى ايه التحدي الجديد، فكروا معانا نعملوا ايه التحدي الجديد تاني. وما تنسوش اللايكات واشتركوا لنا في القناه عشان القناه تكبر بينا. يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.